أيها الأحبة، خير ما نبدأ به كلام الله جل في علاه الذي لا يعلوه كلام. فمعنا أخونا مازن زينان، نسأل الله يوفقنا وياه. تفضل. ودنا بس تلقى ربنا شباب شوي، الشباب اللي وراء ودي بخاطر تقربون ادفالكم شوي من عند الشباب اللي جو الان يجدون اماكن. اقتربوا شوي. بيض الله وجهك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بالمرصاد. جزاك الله خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياك، يحفظنا وإياك، نسأل الله أن يزيدك. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به ثناء على الله وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنقول الحمد لله حمداً نستلذ به ذكرى، وإن كنا لا نحصي عليه ثناءً ولا شكراً. الحمد لله الذي أجرى اللسان بذكره الواحد المنان. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المكان. الحمد لله الذي هيأ القلوب وأصغى الآذان، والصلاة والسلام الأتمان على حبيبنا وطبيبنا ونبينا محمد سيد الأنام. أيها المباركون، لا يخفى على أمثالكم إن مثل هذه المجالس يحبها الله ورسوله. لما يأتي العبد إلى مثل هذا المجلس فليعلم أنه توفيق من الله، لأن المجالس كثر، ولكن هذا المجلس يتميز بذكر الله. إذا جلس الجالس في هذا المكان نال جوائز من الله لا يستطيع عليها البشر. الجائزة الأولى أن تنزل السكينة على هذه القلوب التي لا يتصرف فيها إلا علام الغيوب. فإذا أردت يا عبد الله أن يقلب الله صفحات قلبك على ما يحب الله ويرضى، فاعلم أن المتفضل على المتكلم وعلى السامع هو الله جل في علاه. بأمرين يوفقك الله لمثل هذا المجلس، لا، بأمرين يوفقك الله لكل طاعة: أن تبذل جهد وأن تفرغ وقت فقط، ثم تنال التوفيق من الله، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا من أفضل سبل الخير أننا نجلس لله عز وجل. فإذا صلح القلب هذا صلح كل شيء فيك. إذا نزلت السكينة اطمأن القلب، زاد الإيمان، رضي الرحمن. ثم بعدها من الجوائز أن تغشانا رحمة الله. إذا غشيتنا الرحمة رفع عنا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. لا إله إلا الله. لما نجلس مجالس مثل هذه المجالس ولما نطيع الله
في أي طاعة نريد مرضاته ونريد جنته. وفي هذا المكان يخشانا الله برحمته، وما نريده من مرضات الله وجنته لن نطولها إلا برحمته، لن نطول هذا إلا برحمته. ثم بعدها تحفنا الملائكة، ففخر لنا وعز أيها المباركون أن نجالس ملائكة وكلهم الله في هذه السماوات. لما يسمعون الثناء على الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم يبادرون استجابة لأمر الله، ثم يحضرون بأجنحتهم على رؤوسنا إلى عنان السماء، لكن لا نرى الملائكة. وفي شيء أعظم من أن نراهم، قال هو الإيمان والتصديق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن أن الملائكة وكلوا في هذه السماوات، لما يسمعون قال الله وقال رسوله يحضرون مباشرة استجابة لأمر الله. ثم بعدها أيها الأحبة، جائزة عظيمة عظيمة عظيمة، أشرف وأجل جائزة لنا، أن يذكرنا الله، أن يذكرنا الله في الملأ الأعلى بأسامينا كلنا. قال بس حنا لحالنا الجالسين في هذا المكان؟ قال لا، نحن جالسون في هذا المكان والذين يسمعوننا عبر سائل التقنية، عبر النت، عبر السيديات، عبر الشاشات، ومن يحضر من إخواننا من الجن سينالون هذه الجوائز، لأن الله عز وجل كريم، لأن الله جواد كريم يحب أن يعطي جل في علاه، وجواد يعطينا من غير ما نسأله. ثم أيها الأحبة، في هذا الشرف العظيم لما يذكرك الله في الملأ الأعلى يعطيك الله عز وجل أعظم ما بالدنيا، ألا وهو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلذلك هذه الجوائز يعدها الله جل في علاه لمن؟ للجالسين وللسامعين. ثم بعدها سنقوم من هذا المكان وقد بدلت السيئات لحسنات. من أكرمك يا رب؟ ما أعظمك يا رب؟ توفقنا يا رب، توفقنا يا رب لمثل هذا المجلس، وتتفضل علينا يا رب أن تسمعنا الخير، وتعطينا يا رب هذه الجوائز العظيمة، وتصلح قلوبنا يا رب، وتغفر ذنوبنا، وتبدل سيئاتنا حسنات. وش تبي منا يا رب؟ يا رب وش تبي منا؟ قال يريد الله عز وجل منا الشكر في القول والعمل، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يريد الله أن يدخلك الجنة، يريد الله أن يرحمك، يريد الله أن تتوب، يريد الله أن تحسن، أن تصلح العلاقة مع الله. نعم، فلذلك نريد أيها الأحبة أن نجلس في قلوب منكسرة لله عز وجل، موقنين أن المتفضل علينا هو الله، موقنين أن الهادي الله إذا أردنا الهداية. فلا تجلس بقلب غافل، معك جوال سكر لله، عندك مشوار تخاف تتأخر عليه، أقسم بالله أن هذا المجلس مدبر من يدبر الكون كله، والله الذي لا إله إلا هو، من ترك شيئا لله عوضه الله خير. ما جابك إن شاء الله إلا بيرحمك، ما جابك إلا بيهديك، ما جابك إلا بينبهك. كلنا نغفل
ولكن إلى متى؟ أيها الأحبة، أوجه هذه الكلمات وهذا الموضوع الذي نريد أن نطرحه الليلة لكم ولي ولجميع إخواننا المسلمين، لكل صغير وكبير، لكل ذكر وأنثى، لكل غني وفقير، لكل مريض، ولكل من يسمعنا الآن يا إخوان مسؤول أو مرؤوس، لأننا كلنا بحاجة هذا الموضوع، كلنا بحاجة هذا الموضوع. موضوع أيها الأحبة هو أصل من أصول الدين، إذا صلح هذا الموضوع كل شيء يصلح. الموضوع هذا أصلح السماوات والأرض، نزلت فيه البركة، نزل فيه الحفظ من الله لك بأسباب هذا الموضوع الذي سنذكره. والله يا إخوان إن صلاح الكون كله، ما هو الدول، الكون كله بصلاح هذا الموضوع. فلذلك سنتكلم بهذا الموضوع لأمرين. الأمر الأول، سنوجه هذا الكلام لمن التزموا بهذا الأمر ليشكروا الله عز وجل على ما من الله عز وجل عليهم به من نعمة. وسنوجه هذا الكلام لكل مقصر في هذا الموضوع ليحذر وينتبه من أن يظل على هذا التقصير. فأنا أدري والله يا إخوان أن كل الحاضرين وكل من يسمعنا عبر القنوات أنه يريد الصلاح ويريد البركة ويريد الفلاح ويريد النجاة ويريد الخشوع ويريد الدموع ويريد أن يقترب لله ويريد أن يترك المعاصي والذنوب لله، ويريد أيها الأحبة أن يكون من أولياء الله. ولكن أرى أن كل أعمالنا وبركاتنا في الأعمال وفي الحاجيات في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا كلها تتعلق بهذا الموضوع، كلها تتعلق بهذا الموضوع. يا ترى ما هو هذا الموضوع الذي شدنا؟ إنها الصلاة. نعم إنها الصلاة، لكن أي صلاة؟ قال صلاة الفجر. نعم كثير من الشباب يشتكي من صلاة الظهر والعصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، يقول يا شيخ أصلي لكن أصليها جمعا، أصلي لكن أصلي بدون دموع، أصلي لكن أصلي بدون استشعار، أصلي لكن أصلي بدون خشوع، أصلي لكن أصلي صلاة ما تغير بشيء. كيف ما تغير وهي غيرت السماوات والأرض؟ كيف ما تغير وهي إذا عدمنا المطر صلينا نزل المطر، إذا حسب النبي صلى الله عليه وسلم أمر لجأ إلى الصلاة؟ يا الله كيف ما تغير عندك؟ إذا حلت بنا مصيبة نصلي، إذا أردت أن تعزم على أمر تستخير وتصلي. فأيها الأحبة الصلاة صلة بين العبد وربه، كيف ما تغير؟ كل السر في هذه الصلاة، لأن كثير من الناس ما شاء الله عليه يصلي لكن يصلي أربع صلوات، يصلي أربع صلوات. فلذلك هذه الليلة نريد أيها الأحبة أن نتكلم يا أخوان عن هذا الموضوع لمن؟ لجميع الناس، كل الناس مأمورون بالصلاة. المفتي العام
طلبة العلم، المشايخ، طلبة الحلق، الأئمة، المآذنة، كل الناس بحاجة هذه الصلاة. إن لم يتصلوا بالله بالخمس أوقات والله ثم والله لم يعيشوا حياة حقيقية وسعادة حقيقية، لأن السعادة الحقيقية أن تلزم عتبة العبودية. وين العبودية لله الفجر؟ فلذلك أيها الأحبة، سأطرح عليكم يا إخوان سؤال الآن. يا إخوان، كلنا نعرف نظام ساهل، صح ولا لا؟ كلنا نعرف واتفقنا. أسمع صوت، كلنا نعرف، حتى الذين يسمعوننا عبر هذه الوسائل تراهم يعرفون. لما وضعوا هذا النظام، ماذا وضعوا لهذا النظام؟ وضعوا له عقوبات، لأن هذا النظام يتكون من إيش؟ سيارة وكاميرا، صح؟ سيارة وكاميرا، كلنا معنا سيارات، وهذه الكاميرات كلنا معنا. هل عندنا خوف من الكاميرات؟ هل عندنا خوف من السيارات؟ قال لا. قال خوف من إيش؟ قال خوف من العقوبة التي أنزلت على هذا النظام. فلما وضعت هذه العقوبة 300 ريال تقطع من راتبك، صح؟ انقطعت من السرعة، وانقطعت من قطع الإشارات، وتأدبت مع الطريق، صح؟ أول الأيام ضربك سهل 300 ريال، لما تكرر الثانية ضاق صدرك، صح؟ ايش بدك تسوي؟ طمس اللوحة. غيره قال مركب لي جهاز يكشف ساهل. قالوا غيره قال بديت ما اسرع وخلاص انتهت القضية. قالوا غيره قال بديت احذر، اكون على حذر. فلذلك الان يا اخوان انتظم عندنا السير، وانتظم عندنا يا اخوان ايش؟ قطع الاشارات. هذه عقوبة ضربنا بها عقوبة بشرية، عقوبة بشرية، فتأدبنا. طيب وش رايكم الليلة نطرح عقوبات لمن؟ للمتخلف عن هذه الصلاة. لماذا؟ ليحذر، ليتأدب، لينجو. نعم، ليس هناك نجاة إلا أن نأتي بالخمس صلوات. قال من حافظ على خمس صلوات حيث ينادى بهن كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. فلذلك هذه العقوبات نريد أن نطرحها لكي يسمع من واظب على هذه الصلاة أن الله جل في علاه قد أنقذه ووفقه من هذه العقوبات، فليحرص وليثبت وليسعى لأسباب الثبات على أداء هذه الصلوات. نعم، أما المقصر فلينتبه وليحذر ليركب مع ركب السائرين المواظبين على هذه الصلاة. أما العقوبة الأولى فكلنا نعرفها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في أسمى صوت. كلنا نعرف ولا يجهلنا الأمر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. إذا السؤال الذي يليه، من لم يصلي الفجر سيكون بذمة من؟ ليس كثنا، لأن كثير منا ما صلى الفجر. دخلت ثانوية 300 طالب، والله ما صلى إلا 8 طلاب الفجر. وين أمة محمد؟ وين الشباب؟ ليه ما حضر للمدرسة إلا كل 300؟ ليه حضروا للمدرسة؟ ليه حضروا للثانوية؟ لكن ما حضروا الصلاة. حرام. شباب من أمة محمد تتصف بالنفاق، ليه؟ لأن الأب لما تقوم الصبح يقول يا وليدي انتبه الساهر اللي يمسك، يا وليدي لا تخلي الدراسة واشري لك سيارة، يا وليدي جيب درجات ولك كذا وكذا. لكن ما عمره قال
شلونك مع صلاة الفجر؟ ما عمره دخل في ذمة الله هذه المصيبة. فلذلك أيها الأحبة، من لم يصلي الفجر سيكون في ذمة الشيطان، في ذمة الشيطان وإلا في ذمة هواه. يعني بعض الناس يسهر كل الليل على النت، خلك في ذمة النت. بعض الناس جالس بالاستراحة وقائم على ذنوب ومعاصي ومع ذلك يترك الصلاة، خلك في ذمة ذنوبك ومعاصيك التي ستكون وبال عليك بالدنيا قبل الآخرة. والله إني أجد من الناس يا أخوان أناس قبل صلاة الفجر في المقاهي، في المقاهي قبل صلاة الفجر كل الليل ماسك له أي شيشة، ثم ينام قبل صلاة الفجر ويسحب على الصلاة. بعض الناس تلقاه بالواتساب يراسل وكل الليل، وبه النعمة من الله عز وجل، كل هالتقنيات نعمة من الله عز وجل. لما ينتصف الليل ينام ويسحب على الصلاة. بعض الناس يتسجع في الشوارع، دوران بالشوارع ومن الناس عند القنوات، ثم يأتي وينام عن هذه الصلاة، ثم يخسر أعظم نعمة وأجل نعمة هي ذمة الله. ولكن تصور وتصوري أنت يا من تسمعيننا، لأن الكلام موجه لنا جميعا ذكر وأنثى. بعض البنات الآن تحسب الرجال مكلفين بالمساجد، وأنت مكلفة بالوقت، الحرمة مكلفة بالوقت. فتخيل نزل فيك ملك الموت، لأن الموت يأتي بغتة. الموت ما هو زي الجوال يجيك رسالة يقول لك أوشك رصيدك، لا. فلما ينزل فيك ملك الموت، سواء وأنت نايم بفراشك أو سواء لما تصحي رايح للثانوية يصير عليك حادث، أو رايح للجامعة أو رايح لأي مكان، ثم تموت تؤخذ من هذه الدنيا ثم توضع في أول منازل الآخرة القبر. يا الله، لما توضع في هذا القبر مطلوب إجابة منك على ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كلنا نعرفها صح، لكن بسألك سؤال: إذا لم تكن في ذمة الله قل لي بربك كيف ستجاوب؟ كيف تبي تجاوب والله عز وجل يقول: يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يثبتك في الحياة الدنيا على الطاعات الله عز وجل، يثبتك الله على الصلوات، يثبتك على مرضات الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول منازل الآخرة القبر، أول منازل الآخرة القبر. إن لم تثبت في هذا المكان ولم تجب على هذه الأسئلة، أتعلم ما هي حالك؟ سيضيق عليك في قبرك، سيفتح لك باب من الجنة يقال هذا مكانك لو أديت الصلوات، هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يغلق هذا الباب يا مسكين، ثم يفتح باب من النار يأتيك من حرها ومن زقومها، ثم يبس عليك القبر أو يضغط عليك القبر حتى تختلف أضلاعك، ثم يفرش قبرك نار. نعم، من أجل عشر دقائق. شباب، وأنت يا من تسمعيننا خلف هذه الوسائل،
لكم والله ثم والله ليست المصيبة كل المصيبة أن تفقد سيارة وأنت أن تفقدين مكياج أو فستان وأنت أن تفقد وظيفة وأنت أن تفقدين زوج وأنت أن تفقد زوجة أو أن تفقد مال أو تفقد أمر من أمور الدنيا لا والله ما هي هذه كل المصيبة المصيبة كل المصيبة أن تفقد ذمة الله تسير في هذه الدنيا تتخبط لأنك ما تبت ذمة الله هب أنك رحت لعملك هب أنك رحت لأي جهة ترى الناس من حولك يتمتعون بنعم الله وأعظم ما في هؤلاء الناس أنهم دخلوا في ذمة الله وأنت أنت كيف حالك وأن تجلس ما استشعرت الأمر ذا تخيل لما تجلس مع ناس دخلوا في ذمة الله وأنت ترعى من نعم الله وأنت في ذمة الشيطان طالع الصباح تفطر مع الشباب مبسوط رايق ثلاثة من الشباب مصلين وانت جالس في ذمة الله وانت في ذمة الشيطان هذه والله من أعظم العقوبات ثم من العقوبات التي يضرب فيها المتخلف عن صلاة الفجر والمتخلفات عن صلاة الفجر هي البركة أن تنزع البركة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها بورك لأمتي في بكورها فلذلك كثير من الشباب يقول يا شيخ أنا اشتريت سيارة وصار علي حادث ما أخذت معي شهر شيخ أنا اشتريت جوال ما جلس معي أسبوع أعزكم الله والملائكة دخلت في دورة المياه طاح شيخ اشتريت شماغ أبغى ألبس مثل يلبسون الناس اشتريت لي شماغ ما جلس معي أسبوع إلا سيم شايل الشماغ شيخ شوف الناس من حولي يبتسمون وأنا عجزت أبتسم وأضحك من قلب أنا بضيق يا شيخ شيخ دائما أفكر إني مسحور يا شيخ أفكر بالانتحار يا شيخ أنا مبلي بالذنوب والمعاصي يا شيخ أنا قلبي متعلق بفلانة وفلانة وبفلان وهل هم مجرة حدث ولا حرج ويا شيخ ويا شيخ ويا شيخ قلت طيب وش تبي؟ قال أبيك تقرأ علي يا شيخ ليه؟ قال أنا مصيود بعيني لا والله والله إنك مصيود بالفراش والله صيدك الشيطان والله وتالله أن ما يأتيك أنت السبب بما كسبت أيديهم فلذلك أنت الآن لما تدخل في صلاة الفجر يطرح الله البركة لك في إيش؟ حاجياتك وممتلكاتك اللي أنت الآن مخبيها ثيابك وين؟ في الدالوب جوالك وين؟ في جيبك سيارك وين؟ ملبقها جالس وين؟ جالس على أحلى الفرشات هذه حاجياتك ممتلكاتك جوالك ثوبك كلها تحفظت عليها لكن الحفظ الحقيقي لها من الله أن تدخل في هذه الصلاة ثم يطرح الله البركة في ثوبك جوالك سيارك شماغك روحك جيك مجلس كل شيء فيك الله يطرح البركة على جسد كله ومن أعظم يا أخوان أعظم ما يطرح الله البركة فيه أن يطرح الله البركة في وقتك وين تقضي وقتك كثير من الشباب فاضي أنا فاضي أنا زهقان أنا طفشان أنا فاضي ما أدري وين أروح أنا مليت فلذلك
أناس طرحت البركة لهم في أوقاتهم. يدري من يروح إذا نادى المنادي فزع للصلاة، إذا سمع بخير يقام محاضرة فزع للمحاضرة، إذا كان في أيام الجمعة تجده في الصفوف الأولى ينتظر الخطيب، إذا قيل له في خير فزع للخير. وناس والله ما عنده إلا دوران مباريات مقاهي ما أدري كيف. فهذه المعاصي التي يقوم فيها العبد يعلم أن وقت قضائك لهذه المعصية قد سحبت البركة من هذا الوقت، لأن البركة لا تأتي في معصية الله عز وجل أبدا. فلذلك إذا تصلي الفجر يطرح الله البركة في وقتك وفي مالك وفي حاجياتك، وأعظم ما يعطيك الله عز وجل أن يبارك الله عز وجل لك إيش؟ بأعمالك، أعمالك يجعلها مباركة حتى يبين أثر أعمالك على جوارحك. من الناس يصلي لكن والله ما يتغير، من الناس يسمع والله ما يتغير. أذكر شاب من الشباب حضر سنوات يأتي في هذه المجالس ثم يأتي بمعاصيه ويقدمها ثم يعلنها توبة، يقول تبت خلاص، قدم شراب، قدم حشيش، قدم أغاني، قدم ذنوب، ثم يرجع وهكذا. فسألت سؤال، قلت له بسألك بالله أنت مواظب على الصلاة؟ قال لي مواظب على الصلاة إلا صلاة الفجر، مواظب على الصلاة إلا صلاة الفجر. وألقيت كلمة في أحد السجون، فلما دخلت قلت للشباب، يعني أدري إن كثير من الدعاة جو لأمكم تكلموا عن قصص، عن سوء الخاتمة وعن أضرار المخدرات وعن أضرار الزنا وأضرار اللواط، وأنتم تعلمون أكثر مما أعلم، لأنكم الآن أنتم وين؟ داخل السجن، القضايا والمصايب والمشاكل، الرجل يشامل عندكم يرحبه للمكان القصاص ثم يقص. لكن اليوم بتكلم معكم كلام ثاني. فتكلمت عن الصلاة، لأنه قلت للشباب ما أريدكم الآن في هذا المكان، هذا المكان مالك روحه يمين ولا يسار، مجبور بهذا المكان أنك تواضع الصلاة. لكن تكلمت عن عظم صلاة الفجر، فجاء لي واحد قال اسمع، لي 8 سنوات في السجن، ما دخل واحد مع الباب هذا إلا سألته، قلت له صلي الفجر مع جماعة؟ قال لي لا. فشفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فإذا تريد حفظ الله عز وجل لازم تأتي بالخمس، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خل الله يحبك عشان يحفظك ويبارك بوقتك. ثم من العقوبات أيها الأحبة أن المتخلف عن صلاة الفجر يبتلى ببول الشيطان في أذنه. يلا تكون أذنك دورة مياه الشيطان. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل نام عن قيام الليل فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ليش الشيطان يأخذ الأذن؟ ليش ما اخذ الخشيه للكبر؟ وانت يا من تسمعينا، فلذلك الشيطان ياخذ الاذن يا اخوان ليصم اذنك عن الحق، واذا سمعت الحق تكاسلت. بعض الناس يسمع، والله انه يسمع المنادي الفجر ويسحب البطانيه وينام. لما يقول المنادي حي على الصلاه، بعدها ايش؟ حي على الفلاح، يا
يقول ابن جبريل رحمة الله عليه، يقول ليس هناك فلاح إلا بالصلاة، ليس هناك فلاح إلا بالصلاة. فبعض الناس بال الشيطان بذنه حتى النصائح ما تفيده، ودايم تلقاه راس بوزة، والله ما يفك إلا الساعة 9 لما يفطر. فلذلك ما يسمع إلا إيش؟ قناة الدنيا. حي على البلاط، يقوم حي على المقناص، حي على المكشات، حي على الدوران، حي على الروحات، حي على السفريات، حي على الاستراحات، حي على المقاهي، يقوم. هذه والله المصيبة. فلما يبول الشيطان بالأذن يصم هذه القناة على الحق. يا الله، تكلمت يا إخوان في أحد المساجد، فلما انتهيت من الكلمة جاني رجال أعطاه الله بسطة في الجسم، ولا ما شاء الله وجهه نور وعليه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل علي وأحرجني عند الجماعة وكبر رأسي، قال قبل 6 شهور حضرت هذه الكلمة في أحد المساجد، يقول فسمعت أن الشيطان يقول بالإذن، يقول أقسمت على الله ما يقول الشيطان بإذني، يقول والله يا شيخ كنت يوم أيام الأيام ذيك، يقول والله يا شيخ كان عندي ضيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، يقول كنت والله حتى بالعمل ما أدري كيف، يقول يعني باقي بس فترة بسيطة وبفصل من العمل، يقول كنت عندي أمور بيتي لا يعلمها إلا الله عز وجل، خلافات مع زوجتي ومشاكل. يقول لما سمعت الكلام ذا وأقسمت على الله أبشرك ما فاتتني الصلاة من 6 شهور إلا 4 أوقات بعذر، بعذر 4 أوقات. يقول لكن الآن أنا والله يا شيخ أحلى واحد في العمل، أنا والله لو أصف لك بيتي ما أقدر أصف لك من السعادة، يقول حتى زوجتي واظبت على الصلاة، ويقول يعني الآن أعيش بسعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قلت والله إن الفضل لله، أقسم بالله إن الفضل لله، لأني أنا وأنا خطبتكم الآن والله إني أتكلم لنفسي تركيز ولكم تركيز، أنا أشد روحي بهذا الكلام، أشد روحي حتى ما أقع في مصائد الشيطان. فوالله قهر أن نجعل آذاننا دورات مياه للشيطان. ثم من العقوبات أيها الأحبة أن المتخلف عن صلاة الفجر يا إخوان يعذب داخل قبره، يا الله يعذب داخل القبر بضرب راسه. عرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم فئات من الناس يعذبون، فإذا برجل مستلق في الأرض ورجل قائم على هذا الرجل ومعه صخرة كبيرة، يعني معه حصاة كبيرة، واقف على رأس هذا الرجل، ثم يقوم ويثلع رأسه، يعني يا جماعة يرضح رأسه، يرضح الرأس، يقول فيتدهدر الحجر، يا الله وش الرأس ذا؟ الآن لو تجيب أكبر حجر وترميه بالأرض ما يتحرك. فلما يضرب هذا الرأس يتدهدر هذا الحجر، ثم لك أن تتخيل هذا الرأس وقد اختلط الشعر بالدماء واختلط اللحم بالعظم، ثم يعيده الله ثم يضرب مع رأسه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، تكفون يا شباب، تكفون يا شباب، تكفون يا من تسمعونا عبر وسائل التقنية، تكفون، اسمعوا لحبيبكم صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من وقد ثرى حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة، هو صاحب الحوض،
أول من يقرع باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أنه في هذا الموطن فزع وخاف؟ سأل جبريل قال: ما بال الرجل؟ ما بال الرجل؟ وش يسوي؟ وأنا وأنت ما خفنا؟ أنا وأنت وأنت إلى الآن ما خفنا. قال جبريل عليه السلام: هذا يأخذ القرآن ويرفضه. يعني مو بياخذ القرآن ويرميه، لا، يعني يسمع: ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيعرف عن التقنية، ويعرف عن السيارات، ويعرف عن الوكالات، ويعرف عن السيارات، عن اللوحات المميزة، ويعرف كل شيء في الجوال، لكن ما يعرف عن الويل شيء، ما يدري وش الويل. الإمام يقرأ ونحن في الصلاة يقرأ كلام الله: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما في يوم من الأيام فزع قلبك وجيت للإمام قلت: وش الويل؟ ويل للمصلين؟ أنا من المصلين، وش الويل؟ هل الويل شيء زين ولا وشو؟ حتى يصب على مسامعك أن الويل وادي بجهنم. اسمع واسمعي، وادي بجهنم، وادي بجهنم، وادي بجهنم. لو سيرت به الجبال لذابت. تخيل أن أكبر جبل يؤخذ هذا الجبل ثم يوضع في هذا الوادي، يمور هذا الجبل. تخيل يا من تخلفت عن الصلاة، لما تسحبك الملائكة، لما تسحبك ملائكة العذاب وأنت تتعلق بأقدامهم وتقول: ألا ترحموني؟ يقولون لك: ما رحمك أرحم الراحمين. ثم تزج في هذا الوادي. قال في الثانية جبريل عليه السلام، قال: وينام على الصلاة المكتوبة. سمعتوا شباب؟ سمعتني يا فتيات؟ سمعت يا أمة محمد؟ ثم ينام على الصلاة المكتوبة. يا الله يضرب هذا الرأس، لأن كثير من الناس يقول رأسي ثقيل، من ذا أقوم؟ ناس ينامون ويتمتعون ويتلذذون بالنوم ولا يتلذذون بالصلاة، فلذلك يكسر هذا الرأس جزاء وفاقا. فتخيل، وتخيلي أنت، كل واحد يصور لنفسه، النفس اللي بين جنبيك لازم تخوفها بعذاب الله عز وجل، لازم تخاف، لازم تتقي الله. تخيل أنك ممن أضاع الصلاة، أو تخيلي أنت أنك ممن أضاعت الصلاة. يا الله، نزل ملك الموت في هذا الشاب الذي لا يعرف إلا أربع صلوات، ثم نقل إلى أين؟ إلى مغسلة الأموات. تعرفون يا شباب بالمغسلة، المغسل لما ينتهي من التغسيل وش يسوي؟ يفتح يا جماعة الرأس والوجه، ثم يقبل على هذا الرأس الشباب اللي يقربون له، وهليته، خواله، عمانه، زملاء في المدرسة، ثم يقبلون هذا الرأس. ثم يأتي شباب اللي مع طيب ويعطر الرأس، ومن تسمع همس الشباب، واحد يقول: والله بحط له برادة، واحد يقول: ببني له مسجد، واحد يقول: والله لأخذ عنه عمره، وهكذا. لكن ما يدرون أن هذا الشاب الذي قبل رأسه سينقل إلى الإمام، يكبر عليه الإمام، ثم يحمل على الأعناق، ثم يودع في هذا القبر وقد أضاع الصلاة. ثم يبدأ العذاب الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضع في القبر
وضعت عليه اللبنات، أهل على الانتظار، سمع قرع النعال، ولى عنه أصحابه، جلس وحيد في هذا القبر. يا الله، أتاه الرجل الذي يقوم بكسر راسه، فتخيل أنه يكسر راسه ثم يكسر هذا الراس ويكسر هذا الراس. كم سنة؟ سنتين، ثلاث، أربع، إلى قيام الساعة. تنام 10 دقائق عن الصلاة، يكسر راسك إلى قيام الساعة. ترى ما هو كلام جرائد ولا كلام قنوات، هذا كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الصادق المصدوق، كلام من لا ينطق عن الهوى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عذاب الذي لا يصلي الفجر، فالأمر خطير. والله تخيل الآن لو راسك يجيك الآن، تلقاك ماكل بنادول وعاصب راسك وجالس بمكان حالك ما حضرت هنا، وتلقاك والله لو في صجة ونجم البيت تلقاك طالع جالس لحالك. فيا الله، يا الله، نرى في الدنيا الحوادث والإصابات بالرأس، يشمئز منها الإنسان، يشمئز لما يكون في حادث وراح مكسور راسه، يديك صدرك ما بدك تشوفه. ما تصورت يوم انك تبي تنتهي من هذه الدنيا وتدخل في هذا القبر ويقع عليك هذا العذاب؟ ما تصورت؟ فإلى متى؟ إلى متى ونحن يأخذنا الشيطان والشهوات؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، غيا وادي بجهنم قعره بعيد وحره شديد. ثم أيها الأحبة، من العقوبات التي يضرب فيها المتخلف عن صلاة الفجر أنه يحرم من النور التام يوم القيامة، يحرم من النور التام يوم القيامة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشاغين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم، يعني يوم القيامة ترى يا جماعة ما في كشافات، شركة كهرب، نجفات، تبوس، ضويات، ما في، إنما نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فأنت يا من تريد مرضاة الله وتريد جنة الله، لن تدخل جنة الله إلا من عند الصراط. الله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ربك إذا وقفت أمام هذا الصراط وقد عدم النور عندك، أحد من السيف وأدق من الشعرة وأشد روغان من الثعلب وعليه كلاليب وأحر من الجمر ونصب على متن جهنم، أسألك بالله يا من ضيعت الصلاة، كيف ستعبر؟ قل لي كيف ستعبر؟ تخيل وأنت واقف عند الصراط ثم ترى ذاك الشاب كنت تراه أول في حلقة كان من المنظمين الصلاة، وترى ذاك الشايب الكبير كنت تدري أنه من عماد المسجد، وتذكر أن هذاك والجيرانكم كان يمشي مع المستقيمين مع الصالحين وكان منظم الصلاة، ثم يعبرون يروحون يخلونك. من ينتظرك في باب الجنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت ضيعتها بالفراش، ضيعتها بالدوران، ضيعتها بإيش؟ بالقنوات، ضيعتها بالمقاهي والتسكع والدوران. يا الله، أعطيك إياها باختصار: من جلس عن الصلاة فإن على صراطك لليل، أجلستك في جهنم. نعم، من جلس عن الصلاة، الله يقول جزاء وفاقا، ستجلسها الكلاليب في نار جهنم. ثم أيها الأحبة، نختم بأعظم عقوبة، ولا العقوبات واجب لكن داهمنا الوقت، أعظم عقوبة يا جماعة، تكفى افتح قلبك، تكفى افتح قلبك.
أقسم بالذي أحل القسم أنني لو لم أذكر إلا هذه العقوبة لكانت عقوبة عظيمة. قال المتخلف عن صلاة الفجر: قد يحرم من رؤية الله. يا الله! نعم، المتخلف عن صلاة الفجر قد يحرم من رؤية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زافا بشرى على مسامعكم: إنكم سترون الله، إنكم سترون الله. إيش رأيك بالبشرى دي؟ في أعظم منها؟ في أعظم بشرى أنك ترى الله؟ إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون على رؤيتي. فشرط الحبيب صلى الله عليه وسلم شرطين: فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب، صلاة العصر وصلاة الفجر. يعني لما أصلي وأواظب على صلاة الفجر وصلاة العصر أرى الله؟ قال: نعم. قال: من صلى الفردين دخل الجنة. يا الله! والله يا إخوان، الآن لو في إنسان خطب له زوجة، كم بيشرطون عليه؟ بيشرطون عليه مهر وديون وقصر وذبائح حتى يرى زوجته، صح؟ وهذا شيء جميل، لكن يتعب، صح؟ يتعب من الديون، من المشاكل. ولله المثل الأعلى. يقول الله، يقول عفوا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بشرطين ترى الله عز وجل. كيف من حافظ على ذي؟ حرام. حافظنا على ليش؟ حافظنا على أجسادنا من البرد ومن الحر، وعلى شهاداتنا في المدارس، وعلى وظائفنا، على سياراتنا، على جوالاتنا، وعلى ممتلكاتنا، ولا حفظنا على أعظم شرف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، أننا سنرى الله. ما حفظنا على هذا بصلاتين؟ أتعلم من حرم رؤية الله وأن يكون مكانه؟ يقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بس يا رب ما نشوف الله؟ قال: لا. ثم إنهم لصار الجحيم. نعم، أعظم عذاب يعذب فيه أهل النار حينما يحرمون من رؤية الله، وأعظم نعيم يعطى أهل الجنة حينما يرون الله جل في علاه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تفتح العينات في رؤية الله جل في علاه. يا الله! يا الله! يا الله! كيف؟ كيف يا إخوان ما يجينا شوق لرؤية الله؟ كيف يا إخوان نضيع هذه الفرصة العظيمة؟ كيف يا إخوان ما نحافظ على الصلاة؟ والله يا إخوان أن الصلاة هي النور، وهي النجاة، وهي البرهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله من حافظ على خمس صلوات حيث ينادى بهن أن يدخل الله الجنة، أن يدخل الله الجنة. أخذ الله عهد على نفسه أن يدخلك الجنة. فأيها الأحبة، نريد أن نحافظ على هذه الصلاة لتكون هي منطلق هدايتنا، ومنطلق صلاحنا، ومنطلق أعمالنا الصالحة. والله ثم والله وتالله، من حافظ على هذه الصلاة ليطرح الله البركة في وقته، ويطرح الله البركة في جوارحه. كثير من الشباب لما حافظ على هذه الصلاة، والله ثم والله أن الصلاة نقلت من طريق الذنوب والمعاصي إلى طريق السعادة وطريق الطاعة. فأرى أيها الأحبة
أن هذه العقوبات توضع نصب الأعين. إذا أتاك الشيطان وقال لك الفراش ولا قال لك تابع الشهوات وذا، قل لا لا، هناك عقوبات من رب عظيم. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما العلاج في صلاة الفجر أيها الأحبة، الأمر الأول هو الاعتصام بالله، الاعتصام بالله. الأمر الثاني ترك الأغاني، اترك الأغاني، أقسم بجلال الله هي اللي تسبب ثقل قسما بجلال الله على قلبك. اسمع كلامي، الأغاني ذي مرض على القلوب، بريد الزنا، تزرع النفاق. وابن مسعود يقول ما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلذلك الأغاني حط عليها إكس. ثم بعدها إذا أتيت لمفراشك توضى، الله يجزاك خير، ما نبغاك توضى من البحر الأحمر ولا من المحيط الهادي، ولا توضى من بيتك من دورة المياه عزكم الله. الآن ما أشاء الله دورات المياه داخل الغرف، نعمة من الله، أمن، أمان، مساجد تنادي، تقام الصلوات، الدعوة قائمة. أسأل الله أن يديم علينا أمننا، كل شيء عندنا بخير. حنا والله يا أخوان سيسألنا الله عز وجل عن هذا النعيم، نعيم الأمن، سيسألنا الله عز وجل عنه. هناك من الدول ما يستطيعون أن يصلون المساجد، ونحن ينادى بأعلى صوت الله أكبر الله أكبر. فلذلك يقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلما تتوضأ ثم تقبل إلى فراشك، صل صلاة ركعة واحدة، اقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، تسمى صلاة الوتر. إن الله وتر يحب الوتر. ترى هذه الصلاة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. بعدها ستفتح لك ثمان أبواب الجنة، ثمان أبواب، أنت نايم وأبواب الجنة مفتوحة. بعدها سينام معك ملك، عفواً سيبات معك ملك، لأنت اللي تنام ومو بنين، سيبات معك ملك كل الليل وأنت نايم يقول اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. يلا يدعي لك ملك لا يعصي الله أبدا، خلقه الله من نور. يأتي حالك بينك وبين شعارك ويدعي لك، بس وضوء إيه لتر بس. ثم بعدها تقرأ بآية الكرسي، ثم تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنه، قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد الله 33 وكبر 34. وش السر في ذلك؟ هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم خادم فدلهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، دليلا هذه التسبيحات والحمد والذكر والتكبير يعينك على 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 وينشط قلبك، ولا تحتاج عاد وتقوم وتصير نشيط. ثم تأتي بكتاب، اللي ما هو عنده يتصل بي أجيبه له. حصن المسلم نلقاه في كل محل بريال، ترى بريال واضح أحمر، حصن المسلم كلنا نعرفه صح، اللي ما عنده أنا أجيبه له. مكتوب في حصن المسلم أذكار أذكار أذكار، رح للفهرس افتح الفهرس تلقى هنا أذكار النوم، طلعها لين ألقي عليك الآن ما تحفظها، طلعها واقرأها. أنت كم تقرأ بالواتساب؟ تقرأ ساعات، ترى أذكار النوم صفحتين
ثم تسكر الكتاب تخلي عند راسك خلاص بدل اسبوع ولا تحفظها. اسلمت نفسي لله، وجهت وجهي لله، وجهت ظهري لله، رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. فلذلك حط هالكتاب عندك، ثم قل: اللهم اجعل من سبني او شتمني او ظلمني اجعله بحلم. لا تشيل على احد، لا تشيل على احد. شو شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من اهل الجنه لانه سامح الناس، والله يقول: من عفا واصلح فاجره على الله. ينادي الله يوم القيامه: اين الذين اجرهم على الله؟ اين الذين اجرهم على الله؟ ثم يخرجون ثم يخيرهم الله عز وجل من الحور العين. يلا، ثم يخف قلبك، قلبك يخف، ولا انت مستفي شيء لو شعرت على احد. بعض الناس بس من شان كلمه تلقاه قلبه قاسي على فلان فلان. اعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، تتوقف اعمالك انت من اجل ايش؟ من اجل تشاهد على واحد. ثم ايها الاحبه، الوسائل العصريه لا نستغني عنها. في عند المحلات الساعات، اظن عند القفاري، ساعه ب 130 ريال، الان تلقى الشخص ماضي ب 200 وثوبك ب 300. ايش الساعه مره واحده بس؟ هذه الساعه به جرس قوي تركب روحها هي، بس حطها بعيد عنك. يمكن اذا دقت الساعه دي يمكن تقوم جيرانك ما يقول، خله عنك. اما ايها الاحبه، العذر فيطرح على من؟ يطرح على المؤذن والامام. ممكن تعطيه، تعذر من الامام، صرف المؤذن، صح؟ لكن ما لك عذر امام الله، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. والله يا اخوان اقولها صراحه، كل انسان يقول ما ابغى اصلي الفجر ما اقدر، يكذب يكذب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الصلاة يا اخوان ما عفي احد، لا العمى ولا المحارب ولا المريض ولا الشيخ الكبير ولا، ما في احد عفي عن الصلاة. لكن بسأل سؤال: لما تريد ورقة من الإمام تصلي ولا ما تصلي؟ عرفت؟ تبي ورقة للجمعية الخيرية تصلي ولا ما تصلي؟ تبي ورقة تتزوج تصلي ولا ما تصلي؟ صلي. انا رايتهم بهم عيني شباب لا يركعون، لا يركعون مع الجماعه. والله يا اخوان لما ارادوا يا اخوان الزواج واظبوا على الصلاه، الفجر اجي القاه اول الجماعه. شفت شلون؟ شفت امور الدنيا كيف؟ عظم امر الله، عظم امر الله في قلبك. انت المستفيد. تقول لا والله، ثم والله قسما بجلال الله، ما هو كلامي، كلام رب العالمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. تروح ما تصلي، يجي في مستشفى الولادة طفل صغير تو مولود، واحد قال له 20، ثم يكونون أئمة مساجد وحفظ القرآن. تنام عن الصلاة، يأتي إخوان لنا من بلاد الكفر أعلنوا إسلامهم يكونون أئمة وبالدعوة وينصحون الناس عن الصلاة. تبعد عن الصلاة، يقول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اللي يترك الصلاة مركب الساعة على الدوام. سمعنا فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يقول: حكم حكم التارك عمد، والتارك عمد حكم الكفر. فوالله اني لك من الناصحين: من اراد السعادة الحقيقية، ومن اراد النجاة من الذنوب، ومن اراد الحفظ من الله عز وجل، فليحافظ على هذه الصلاة. اسأل الله بمنه وجوده وكرمه الذي جمعنا واياكم بهذه الساعة ان يجمعنا واياكم في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، أسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تملأ قلوبنا محبة لك ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل راحتنا في الصلاة، اللهم اجعل راحتنا في الصلاة، اللهم اجعل راحتنا في الصلاة، اللهم من كانت عليه الصلاة ثقيلة، اللهم فخففها يا رب العالمين، اللهم فخففها عليه يا رب العالمين، اللهم أعنا على إقامة الصلاة وأدائها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المبادرين، اللهم اجعلنا من المبادرين، اللهم يا حي يا قيوم اجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر يا رب العالمين، اللهم إني أسألك لهؤلاء الشباب من خير الدنيا والآخرة، اللهم حقق لهم ما يتمنون، واصرف عنهم فوق ما يحذرون يا رب العالمين، اللهم من كان من بين هؤلاء الشباب عنده والد متعاطي للمخدرات أو متابع للقنوات أو مضيع للصلوات، اللهم أنزل على والده الهداية يا رب العالمين، اللهم أنزل على والده الهداية يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحصن فروجنا وأن تيسر أمورنا، اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا رحمة من رحماتك تنقلنا بها إلى مرضاتك يا أرحم الراحمين، اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.